رجعنا من الاستراحة وعملنا ايه في الشوط اللي فات او في الشوطين اللي فاتوا؟ عملنا اللازانيا بحشو الخضار والسبانخ، وعملنا بديل الريكوتا الاجبان اللي حطيناها ميكس مع بعض، عملنا صوص البشاميل بطريقة يعني تبسط حضراتكم في اي وصفات انتوا عاوزينها، وهنعمل دلوقتي وصفة لطيفة فراخ كده جريلد سريعة يعني منكهات كده بسيطة، هنعملها مع بعض دلوقتي ونبدأ مع بعض في الاكسترا تايم. يلا بينا. بسم الله. هاخد من زيت مليان، معايا زيت نباتي مليان، هاخد كده منه معلقتين، وهاخد الصدور الدجاج الحلوه دي الفيليه. انا طبعا الصدور دي على حسب سمكتها، انا مش بحب ان انا يعني اخليها رفيعه او رقيقه قوي زي البانيه، حتى في البانيه ما بحبهاش رقيقه قوي، بتبقى برضو ليها كده يعني حجم مناسب. تعالوا بقى نديها صدمه. قبل ما اديها صدمه هاخد كده رشه من الملح والفلفل هناك، بسم الله كده رشه ملح ورشه فلفل على الفراخ الحلوه دي، ورشه من بهارات الفراخ كمان، وبعدين هبدا اخدها على الجريل. يلا بينا، يلا بينا نروح هنا وناخد كده، بسم الله هبدا بقى على الوش. بسم الله هعمل كده اهو اهي واهي. الصدور دي مش هحركها، هي هتفضل كده ثابته، ما نحاولش ان احنا نزحزحها، هنسيبها زي ما هي لحد ما تاخد الطبقه من تحت اللي هي المقرمشه دي وتبقى تمام. هاخد شويه كده زعتر فريش على الناحيه دي عشان لما اقلبها نبقى حطينا شويه زعتر، وطبعا عندي شويه كمان من الروزماري بيدي تيست كده وطعم حلو، فريش بيبقى جميل. ولو عند حضراتكم مجفف تقدروا يا اما تطحنوه او تستخدموه مجفف. بصوا ههز كده، اللي بيطلع منه هو اللي هقلبه، اللي لسه لازق هسيبه اهو. هعمل كده، بصوا كده اه خدت الصدمه وادت اللون اللي حضراتكم شايفينه كده. ناخد على الناحيه الثانيه رشه من الزعتر ورشه من كمان الروزماري، هنحط عصير ليمون بس مش دلوقتي، سريعه وجميله بتدي تيست طعم حلو قوي، ومعانا كمان بهارات الايه الدجاج. تقدروا تستخدموا كمان ده في الاوراك او افخاذ الفراخ نعملها، وممكن تستخدموا ليها الخلطات الجاهزه بتاعه الشيش طاووق. في خلطات بتبقى خاصه بالفراخ المشويه او بالشاورما نقدر نستخدمها، كل دي حاجات جميله نقدر نستعين بيها لو مش عند حضراتكم كل المكونات، وبتدي تيست حلو جدا جدا رائع. الله 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 الله، ايه الجمال ده، تسلم ايديكم والله كده. و هسيبها بقى. الو دعاء، ازيك يا دو؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله حبيبه قلبي، كل سنه وانتي طيبه. وانتي طيبه اهلي، كل سنه وهم طيبين حبيبه عمري. وانتي طيبه، مبسوطين دايما يا رب كده. انا طبعا فرحانه جدا ان حضرتك يعني بقيتي في القناه، الف الف مبروك. الله يبارك فيك يا روحي، نورتي القناه والله العظيم. الله يخليك يا حياتي، فرحانه لك ازاي يا روح قلبي. جدا الفرحه باينه في صوتك والله يا دودو. وطبعا انت كمان رايحه في قناه مش بستان اي قناه، ده انت رايحه على حاجه غاليه علينا. الله يخليك، كلها اهلاويه. الحمد لله الحمد لله، صغننين اهلاويين ما شاء الله الله ما شاء الله. يعني في جايه في حته يعني من القلب للقلب، يعني احنا ما شاء الله ما شاء الله كم مصريين رهيب يعني بيشجعوا النادي الاهلي. طبعا تحيه للنادي الاهلي والقائمين على النادي الاهلي، وتحيه لقناه الاهلي والقائمين عليها. كل سنه وهم طيبين ودايما يا رب ربنا حارسكم كده ان شاء الله. امين يا رب العالمين. طبعا مش قادره اقول لك ايه الوصفات الجميله دي يا روح قلبي، مش كده مش كده يعني حبيبه عمري تسلمي. زي ما ام اسلام قالت لك، انا قاعده دايما باخد وصفاتك وبعملها بطبقها يا روح قلبي. اسلمي يا دود، على فكره في الكنترول بيوريك احنا لسه بنسخن. ده حاجه
حلوه. يا حبيبه قلبي تسلمي يا روحي. لا بجد مبروك والف الف الف مبروك، نورتي. الله يبارك فيك. وهم يعني كسبوا احسن شيف في الدنيا بصراحه. يا رب يسعدك يا روحي. يعني شكرا. يعني كفايه فطاره حضرتك ويعني وروحك الجميله. تسلمي. كل سنه وانتم طيبين. طيبه يا عمري. ربنا يعيدوا علينا وعليكم بخير يا رب. امين يا عمري. امين يا روح قلبي. تسلمي لي لمداخلتك يا دودو. شكرا ليك. ليكي جدا. تسلمي يا روح قلبي. شكرا ليكي والله. شكرا لكل حبايبي اللي باركولي. شكرا لحضراتكم بجد، محبتكم ربنا يديمها عليا نعمه. بشكر حضراتكم جدا جدا عليها. وخلينا بقى نشوف كده في العرض، هنطلع بقى الفراخ القمر دي. اهم حاجه بقى ان حضراتكم تغطوها شويه فتحتفظ بالسوائل بتاعتها. السوائل الجميله بتاعتها دي هي اللي هتخليها تاكلوها بقى، هتحسوها كده طريه وبصراحه من الاطعمه الرائعه. هاخد بس كده نقطه من عصير الليمون، تقدروا تحطوه مع نفس الصوص براحتكم، وتقدروا تحطوه فوقها. يعني بصوا انا هحط هنا نقطه بس كده وهصبه فوقها عشان اهو اخد العصاره الجميله دي بتاعه الفراخ. بصوا هحطهم هنا اهي. الله 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 الله. خلاص احنا دلوقتي اهو هنقدم بقى الفراخ الحلوه دي بتاعتنا. حط لها كده جارنش جميل من الليمون، بما اننا بقى حطينا من الليمون بتاعها كده، وممكن كمان فلفلايه حلوه كده، حاجه حمرا كده. يا سلام، علشان تبقى اهلي اهلي يعني. ودلوقتي طبعا اسمحوا لنا هنطلع ليه استراحه، وهنرجع نستكمل مع بعض باقي الماتش. هنشوف هنعمل ايه يا ترى، هيبقى فيه ضربات جزاء ولا لا بعد الفاصل.